كابتن علي ماهر عنده حديث سريع ومطول للاعبيه. صحيح النتيجة حتى الآن تصب في مصلحة فيوتشر، بس الأداء مش هو الأداء. أدي كرة مرة تانية خطيرة، شايفين حضراتكم بقى كام لبني جوه المنطقة، ودي كرة خطيرة مرة تانية. يا ساتر، جول 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 جول، قلت لحضراتكم بيقربوا خطوة بخطوة. وداجو داجو تشيبامبا داجو تشيبامبا في الدقيقة 44 بيسجلوا هدف قاتل، هدف يحرجنا كثيرا جدا جدا. داجو تشيبامبا المحترف الكونغولي بيسجل هدف في الدقيقة 44، كان سجل أيضا في مرمى سيمبا لما تلقوا هزيمة 1-3. ادي الكرات وادي التقدم. بقول لحضراتكم لسه ما كملتش الجمله، بقول لحضراتكم شايفين كام جوه المنطقه، 4 لبني غير السكند بول والحوارات الثنائيه دايما ليهم. وادي داجو تشيبامبا بيحطها طبعا بمنتهى منتهى الارتياحيه، علشان بريميرو دي اغوستو اول اغسطس الانجولي يتقدم على فيوتشر 1-0. 1-0 لمصلحة أول أغسطس بهدف في توقيت قاتل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.